نحن اليوم بمعرض اسمه تحية لصلاح الدين محمد، ويلي المعرض ندوي حول صلاح الدين محمد بالذكرى السنوية الأولى. صلاح الدين محمد المعماري، الفنان، الكاتب، الباحث، المصور، الرسام، شخصية متعددة الجوانب، متعددة المواهب. والنشاط اليوم والفعالية ما هي إلا وقفة وفاء مع شخصية نعتبرها قامة فنية وثقافية بهالبلد. تكريمه هو تكريم إلنا، تكريم إلنا اللي بيقدر المثقف هو حقيقة حالة حضارية وثقافية، وهي رسالة أسرار سوري بعد سنوات حرب قاسية أنه ما زال يمد جسور التواصل الحضاري والثقافي والفني مع الآخرين. الفن وجه آخر من أوجه الثقافة السورية اللي نحن نعتز فيها. هذا المعرض هو من أكبر المعارض خلال هاي السنة اللي أقيمت في سوريا، بضم نخبة من أهم الفنانين زائد حضور لأهم النقاد والباحثين في مجال التاريخ السوري، إضافة لإعلاميين، كمان في حضور لوزارة السياحة. الفكرة كانت إقامة معرض تكريمي تحية إلى روح الناقد والإعلامي الراحل صلاح الدين محمد، على اعتبار أنه هو قضى جزء كبير من حياته في مجال النقد في الفن التشكيلي السوري، وإله عشرات المقالات والندوات ضمن هذا الإطار، إضافة لعدة كتب عن فنانين سوريين أو عن التاريخ الحضاري للسوريا. الحديث عن صلاح الدين محمد حديث له أهمية كبيرة، لأنه ناقد وفنان شامل، ولأنه أسرى الحياة التشكيلية بالكثير من الكتابات والأبحاث والدراسات. كان له طريقة جميلة حيث قدم الإعلام لخدمة هذا الفن الجميل، ودرس اللوحة بطريقة فنية، وواكب مسيرة الفن التشكيلي منذ نحو 50 عاماً. أستاذ صلاح له اطلاع على كل المتاحف، على كل المذاهب، على كل الأفكار، يعني من الهند للسند يعرف كل المتاحف لأنه زايرهم. فكان ناقد معبأ موسوعة، مو بس هو ناقد، هو مفكر وباحث. فحتى دائما بحكي هاي الجملة، شبهوا الأستاذ فاتح شبهوا الأستاذ صلاح أنه فرانشيسكا تبع إيطالي بعصر النهضة، كمقارنة بين كيف بيحلل اللوحة علميا أكاديميا مدرسيا هندسيا.